ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن. تخليدا لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن، وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، أوفدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء الشهداء ممن يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء. حاجة زي كده بتبقى رافعة من روح الولاد وترفع من روحنا المعنوية. هما مهتمين بينا وجابوا لنا شنط المدارس والهدايا وجابوا لي كل حاجة. هما مش سايبيننا وطول الوقت معانا، وطول الوقت حتى لو احنا احتاجنا أي حاجة غير كده بيجوا لنا، واحنا حتى ممكن نتواصل مين بنروح لهم، يعني معانا في كل خطوات حياتنا من ساعة ما سيد الله يرحمه توفى. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا إني بطل وابن بطل. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني. كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنوياً، وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء، وتقديراً لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق والواجب والأمن. تبقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعاً، إن هم بيبتدوا معهم أول يوم دراسة الوزارة بتبقى معاهم. جم خدوني من البيت، كنت مبسوط جداً وصراحة اتبسطت جداً في يومي النهاردة. هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنوياً تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء، وتقديراً لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن. وزارة الداخلية طبعا أنا بشكرها على كل التقدير والمجهود اللي بيعملوه معايا أنا والولاد، ورعايتهم لينا دايما وسؤالهم علينا على طول. النهاردة جم اصطحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسة كلها. بشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على الضباط اللي جم خدوني النهاردة من البيت وكرموني في المدرسة. وقد شعر أبناء الشهداء بالفخر والعزة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد رفقة رجال الشرطة، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعد تكريما لآبائهم الشهداء. يجوا ياخدونا ويوصلونا المدرسة بنفسهم ويحسسونا ان احنا في بيتنا وان هم معانا على طول، وعمرهم يعني ما فرقونا ابدا ودايما في ظهرنا. يعني حاجه كويسه جدا ان هم نفسيتهم بتبقى كويسه، بيحسوا ان هم في ليهم ظهر موجود طبعا بعد باباهم الله يرحمه. دي حاجه بترفع من معنوياتهم. هما بيقعدوني عن بابا، بيخلوني احس ان بابا جنبي. انا بستنى من سنه لسنه علشان منتظر اللحظه ديت، ببقى واقف في مدرسه فخور. ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنبيته حي، واللي ما فرحش ليا ما طلبها واتمناه. وقد اعرب القائمون عن العمليه التعليميه عن تقديرهم لهذا الدور الانساني الذي تقوم به وزارة الداخلية، والذي يرسخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء. وأكيد دي فرحة جداً لولادي، وأكيد ولادي جداً فرحانين ومبسوطين باهتمام الوزارة بيهم وتكرمهم يعني قصاد زمايلهم. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء، واعتزازاً بأرواح صعدت إلى بارئها وهي تدافع عن الوطن
ليحيا أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقدم والبناء.